dis-moi, t'étais où quand j'étais seul dans le gouffre. Caronne aussi. Et puis demain tout reprend. لاباس عليكم، جيسبيغ كو فوز الي بيان. كي دايرين مع رمضان مع شي صيام؟ غاديين مزيان. ايوا كنتمنى تكونوا مزيانين وصحتكم مزيانه ان شاء الله. كما كتشوفوا انا خارجه في الطبيعه اليوم، الجو غزال كيحمق، عرفتي واحد الشميشه ما كتكونش ديما. قلت نخرج نبروفيتي. اليوم نهار ديال الحد وخرجت غير انا ولدي تيتا تيتا، راجي عنده الخدمه في الدار، وقلت نخرج غير هاد اللاك اللي حدايا هكا نفوش شويه ونتشمش واخا الصيام، ولكن بروفيتي في الشميشه واخا باينه. غادي نجي واحد العطشه، غادي نجي واحد العطشه هي هذيك، ولكن ماشي مشكل، بروفيتي في الشميشه ما حدها كاينه وصافي. هادشي اللي كاين. جبت لولدي الماكله ديالو، الغديوه ديالو، جبت ليه لو جو دورانج كيحمق على الليمون معصر، وجبت ليه الماء ديالو ولي جوي وداكشي، وقلت ندوزو انا ويا شويه ديال الوقت. المهم كيما داز هاد النهار ديال الحد ان شاء الله غدوزوه معايا. جو دي ا توت سويت. توسخ حوايجو شكون ويك؟ اي وانا حبيبات ديالي، كنت ديجا دخلت للدار. كنبدا اول حاجه نمسح بدا الماكسي كوزي ديال ولدي، تي كيكون كياكل الخبز ولا بيسكوي ولا يديه مخمجين كيبقى يقيس فيه وداكشي كيولي حالته، كنمسحو كنحيدو من الطريق عاد ديك الساعه نشوف شنو ندير. كي جيتكم دزت لكم هادي زعما كاين شي حاجه بلديه حيت رمضان. هاد العبايه ولا الدراعيه ولا هذا كانت جبتها ليا حماتي من المغرب وما عمري لبستها، ولبسها بور لي فيغ بليزير وهذا، ولا كتعجبني واصلا قطن يعني مبرده هكا الخدمه والشغل ديال الدار يعني خفيفه ما فيها لا كمام لا حتى شي حاجه، وكا كتحسي براسك في الاجواء ديال رمضان وهذا. المهم كما شفتوني مسحت الباكسي كوزي ديال ولدي وجمعت شويه الدار شي شويه، ودرت اونتر طون درت الحريره، راه هي كتصفر. درت الحريره ودابا غادي ندخل ندير واحد البطيبيطات هكا، وغندير ديال المرقاز. المهم شي حاجه غير غافي داك حيت فريمون عييت والشمس ضرباتني راسي ما نقولش لكم. صافي حبيبات ديالي، خليكم معايا اللي وجدتها ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم، ما غنخبي عليكم حتى شي حاجه، خليكم معايا. انا حبيبات ديالي، مهم كانوا شي معنات كنغسلهم، كانوا بقاو من السحور. صراحه انا الحاجه اللي طاحت كنغسلها حيت ما عنديش الماكينه زعما لا فيسيل، ولكن كنفكر نشريها. مهم تاهي فيها الخدمه، ما كاينش شي روبو بحال هكا كيغسل كيمسح كيرجع كل حاجه لبلاصتها، كاين شي حاجه بحال هكا. الحريره ديالي هي في طور الانجاز، درت فيها العظومه اليوم، كان عندي واحد العظومه وانا نديرهم. هنا جيت غادي المهم نعجن العجينه ديال البطبوط، درت واحد الزلافه ديال الزرع. صراحه داك الزرع اللي كانت صيفطات لي الوالده من المغرب، راه كنت شاركته معكم في داكشي اللي كان جاني من المغرب. صراحه عجنت به هاد رمضان استهلكته، ودرت معاه زلافه ديال الفرينه ديالو نيس ديال الزرع، وشويه ديال الطحين فورس، وشويه ديال الخميره، شويه ديال الملحه، وصافي غادي نجمع داك العجينه بالماء داكشي غابيد ونخليها كتخمر شويه. Thank you.
بالنسبه للحشوه غادي ندير حشوه بلو بلون دو بولي بصدر ديال الدجاج، قطعته مكعبات صغيره، زدت معاه قزبر ومعدنوس ملحه بزار سكينجبير والثومه. طبعا كتبقى على حسب الذوق حسب الكميه. انا درت جوج فصوصه وكاين اللي ما كيبغيهاش اصلا، ودرت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكوري. انا كتعجبني هكا البولي بلا صوص كوري، وما درتوش هضر رمضان وتهيته. وفاجيت نشحر كلشي ما لقيتش البصله عاد، قلت لراجلي عافاك سير جيب لي البصله. جاب الله واحد كارفور واحد هذا كيكون حل الحد وجوغ فيغي يعني باخر، ما طحتش اون بان. المهم هنا يا حبيبات ديالي كما شفتم العجينه من بعد ما ارتاحت جبتها عجنتها غير شي شويه هكا ودلكتها بدلك وصافي. وانا ما بغيتش ندير بطبوط مدور بغيت نديرو مربع، المهم مستطيل مربع كله. ما درتش انايا ما عبرتوش بالمسطره، داك الشيء كما قطعته جا هو هذاك، المهم جاب حاجه مخدات وكتبدل المنظر شي شويه. المهم جا ديكور اخر. البنات هو جاب لي راجل بصله مقطع غنديرها في الحشوه باش طيب بما طلب الضبوط. شويه ديال الزويته بالبيه والان حان وقت الطبخ. بسم الله انا اوريكم واحد الطريقه باش البطبوط يجيكم منفوخ، طريقه في الطياب امشي عليكم انتما ناس تقولوا ما وريت اللي كنعرفها كنشاركها معكم، والله ما كنخبي عليكم شي حاجه. بسم الله بعدا الطيفه خاصها تكون سخونه، نتمنى تسخن نطلع الحريره حيت باقي ما دورتهاش. انتوما كدوروا بمايزينا، انا كندورها بمايزينا بيان سور توفرات، ولا بلو بار كنديرها مايزينا سينو كندير الطحين. بسم الله بسم الله تغلى دابا. بالنسبه للطياب صراحه البنات ماشي شي حاجه زعما صعيبه ولا خياليه، عادي انتما فاش كتحطوهم ما كتخليهمش محطوطين على جهه وحده حتى كطيب عاد عاوتاني تقلبوها للجهه الاخرى طيب، لا غير كتحطوها واخا الجهه ما طابتش كتعاودوا تقلبوها وكتعاودوا تقلبوها كتبقاو تقلبوهم حتى كيبانوا لكم بداو كيتنفخوا وصافي. هذه هي الطريقه، سهله مهله ماشي شي حاجه صعيبه. انا اصلا حيت ما كيعجبنيش فيها البضعه، كيعجبني تنفخ باش منين نحلو كيجي ساهل في العماره وما كتكونش هذيك البضعه ولا البابه ولا كل واحد شنو كيقول ليها. بالنسبه للدجاج البنات هاي الحشوه طابت، غنزيد فيها شويه ديال لا كريم فريش. كتجي هائله. عرفتي شنو جيت جلست باش نعمر داك البطبوط؟ عييت رجلي كيبزوز وراسي كيبزوز، اليوم النهار كان قاصح مع الشميشه ما نقولش لك. توكلوا على الله اول وحده حبيبات ديالي مع اول مخده كما شفتوا فاش كنحلها هي مفشفشه من الداخل، يعني خاويه من الداخل ما فيهاش البضعه. انا هكا كتعجبني، كيعجبني يكون رقيق وخاوي، وفاش كنعمرو يعني كيجي بحال شي هذا هكا كيعجبني، كيعجبنيش كاع فيها البضعه وصافي. هذه هي النتيجه، هنايا عمرتهم كاملين وغادي ندير غير امتي سالاد هكا روكيت وشويه ديال مطيشه هكا باش المهم منها ديكور منها فائده، كتعضي عديده من البطبوط وكتاكلي شويه ديال الغوكيت داكشي ميلونج زوين صافي. هنا كان ما بقى والو للمغرب وداكشي. هنا كنعصر الليمون، هاد الطريقه ديالي منين كنت في دارنا كنت كندير هاد الطريقه ديال تعصر الليمون، كندير كل نصف يد وكنبقى نخدم باليدين بجوج، بهاد اليد وبهاد اليد بهاد اليد بهاد اليد دغيا دغيا هكا كتعصر. هنا كنعجبني نصايب واحد العصير زوين في الانتعاش المهم بالحامض، كنشد هكا حامضه كنقطعها دي كوب وكنخلطها مع شويه ديال الماء وكنميكسيها بحال هكا كما كتشوفوا، وعاد كنخلطها مع الليمون مع زعما ليتشين بالنسبه للشماليات. كيجي زوين الصراحه، عرفتي شنو كيبرد العطش. وتقدروا تزيدوا الا ما كنتش عزيز عليكم الحموضه بزاف، تقدروا تزيدوا معاه بنانه تفاحه شي حاجه بحال هكا بوغ
بوغ اليجي هذاك لو غو ديال السيترون، واخا ما كيجيش مجهد فهمتي مع الليمون هذا، المهم سي دي زاغروم كلشي حموضه، باش تهرسي داك الحموضه شويه تقدري تزيدي واحد الفخويه اخر وصافي. وهنا بديت كنوجد الطبيله ديالي، دابا بان ليا وانا كندير المونتاج هاد السوبور الكحل فيه واحد التمليكات، وانا النهار كامل سبحان الله وانا كنمسح فيه، ما عرفتش واش جيت انا هزيتو قصتو ولا شي حاجه، عرفتي ما كنحملش نشوف فيه ديك التمليكات بحال هكاك، عرفتي المخ ديالي دابا ما كرهش ندخل من ليكرون نمسحو. صافي حبيبات ديالي، شاركت معكم الطبيله ديالي المتواضعه، واخا صراحه في الاول ضرمنا كنت كندير بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الاكلات وهذه وهذه، دابا وليت كنقص لان الماكله كتبقى شايطه ضايعه، وانا كيبقى فيا الحال وما عنديش حتى لما نعطيها، هنا ما كاينش لما زعما تعطي ولا شي حاجه، تجي الزنقه كتلقاها كتصفر لا جوامع حداك لا حتى شي حاجه. المهم وليت كندير داكشي اللي غادي ناكلو، داكشي حدو قدو زعما داكشي اللي غادي ناكلو باش ما تبقاش شايطه ضايعه، والله كيجيني زعما حرام. اللهم اني سمت على رزقك افطرت يا رب العالمين، اللهم اغفر لي وارحمني يا رب. بسم الله خصك تخلط كينا صافي غزالات، كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. حاولت نشارك معكم روتين ديال واحد النهار في رمضان، راكم عارفين رمضان عام الروتينات كوزينه شهيوات، ولكن انا حاولت نبدا لكم من شي بلاصه من غير الكوزينه. نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليوا لي ابوني واللايك وتبارطاجيو مع صحاباتكم، كنقول لكم بيزو باي.